هذا الحمام ايه يا جماعة الجمال والحلاوة والعظمة المعمولة في الحمام الخطير ده؟ ده جست تويلت صغير ما فيهوش مساحة، عرضه 1.50 متر تقريبا، في كده مثلا 2.10 متر. جمال الحمام ده يا جماعة مش عشان اقول لك بساطته، بساطة الوانه، شياكته، ان انا اللي عامله يا جماعة. الحمام ده كله معمول في اسبوعين، من ضمن حاجات كتيرة اتبنى واتعمل سيمنت بورد، الحيطان دي كلها سيمنت بورد، الشباك ده كله كل ده سيمنت بورد، وبعد كده ركبنا عليه السيراميك وعملنا الحركات دي ومدخلين اضاءة. هنا كان فيه باب زي منور، الباب ده غيرته خالص وخليته زي شباك، مش مجرد لازم الشباك اللي يبقى 70 في 70 والشكل الغلس اللي بيبقى فوق القعده ده. هنا الحيطه دي كان فيها شباك، والسر بساطه الحمام ده احنا مستخدمين لون سيراميك واحد. نيجي على الجريش ده شويه، ده سيراميك جوهره تحفه، كل الحيطه ساده خالص، وبعد كده مختار بقى بلاطه جيومتريك الان دايركت لايت اللي هو بيرمي على الحيطه. بص عمل ايه ده؟ ايه اللوحه؟ ايه ده؟ مرايه مثلا زي دي بعيدا عن الصلعه، دي مرايه طاط. ما بوريكمش دلوقتي اختراعات. ووحده الحوض دي ديورافيت، كان حاجه اسمها دي كود، عرضها 85 سم، يعني وحده صغيره خالص. هنا حته رخامه، كسر رخام كده جواها لونه ابيض، الليد عليها. يا سلام يا سلام، ايه الجمال ده؟ مش عارف اوصف مدى الجمال اللي حاصل تحت اليونت دي، والقعده نفسها هي خلاص معلقه، الاكسسوارز كلها لونها اسود، ازاي الحمام ده جامد كده؟